الكوليسترول. الكوليسترول ده مفيد وضار، يعني ربنا خلقنا عندنا كوليسترول وهو ضار لما يزيد، هو مهم. فاحنا عندنا الكوليسترول ده فيه كوليسترول وفي دهون ثلاثية وفي دهون كثافتها قليلة ودهون كثافتها عالية. الدنيا كلها دلوقتي بتتكلم على علاج الكوليسترول، هل هو بالأكل بس ولا بالرياضة ولا بالأدوية؟ فبدنا الوسائل العلمية الأوروبية والأمريكية ووسائل الإرشاد بتحدد الموقف دلوقتي إزاي. لو أنت في حاجة اسمها وقاية أولية، في حاجة اسمها وقاية ثانوية. الوقاية الثانوية أن أنا أوريدي أصلا حصلت لي ضيق في المخ، جلطات، ضيق في شرايين القلب، ضيق في شرايين الرجلين، أو عندي سكر، أو عندي مشكلة في كفاءة الكلى. فبيقسموا الناس دول اللي هم جالهم الكلام ده اللي هو شديد الخطورة قوي، اللي هو very high risk أو extreme risk يعني بالإنجليزي، أو high risk اللي هو خطورته شديدة بس، أو متوسط الخطورة أو خطورته قليلة. كل حاجة لها يعني، لو أنت دخلت في كل حاجة معينة بدول لابد دول هيتعالجوا، هياخدوا دواء اسمه ستاتين. الدواء ده لازم يتاخد على طول. لما يتاخد طبعا الجرعة، لو انت عندك شديد الخطورة هتاخد الجرعة الكبيرة اللي هي اما تاخد كريستور 20 تاخد ليبيتور 80 وتمشي مدة طويلة على الكلام ده. لو انت متوسط الخطورة يعني سكر اللي هو وراثي اللي هو كفاءته هي متوسطه، اللي هي متوسطه شويه، يبقى في الحاله دي بتاخد الجرعه الاقل. اللو ريسك اللي ما بياخدش حاجه لوحدها انه بيعمل رياضه بس. طب وفي حاجه ثانيه غير الستاتين؟ لازم مع كل علاج للدهون لازم يبقى عندي حاجه اسمها لايف ستايل. يعني ايه لايف ستايل؟ يعني امشي 5 ايام في الاسبوع نص ساعه، وان انا اقلل الدهون، وان انا اكل هيلثي دايت. ده كله في السكندري. ده في السكندري. في حاجه الاولانيه اللي هي الوقايه الاولى، قسموها لحاجات سهله قوي. طبعا باي في ريسك معين او في حاجه معينه بتتحسب سكور او نسبه اللي هي من 0 ل 5%، 5 7 ونص، اكتر 10. ازاي دي بقى؟ بيقيسوا الضغط الانقباضي، وبيقيس اللي هو العمر فوق 60 ولا ما فيش 60، الرجاله ولا الستات، تشرب سجاير ولا لا. الحاجات المتواجده دي بتعمل لها سكور. لو السكور ده اكتر في العالم من 10% بريسك عالي، في الحاله دي انت لازم ايه؟ هتاخد علاج على طول. لو انت 7 ونص بتاع ده لازم تشوف انت في عامل وراثي ولا لا عندك. في الحاله دي انت سموه ريسك انهانسر، في الحاله دي هتاخد انواع معينه من الستاتين ده. لو انت لو ريسك لازم تعمل حاجه دلوقتي يسموها كالسيوم سكور، ان تروح تعمل اشعه مقطعيه وتشوف الكالسيوم سكور بتاعك نسبته كام. لو اكتر من 100 يبقى لازم هتاخد علاج. الستاتين ده اصبح علاج. طب افرض انا ما نفعش معايا عقار الستاتين ده، ما جابش النتيجه، هي ايه النتيجه؟ انت المفروض كمان لو عندك عامل وراثي ال 190 لازم تاخد علاج. لو انت عندك سكر يبقى لازم تاخد علاج. ده اللي هي برايمري. لو انت عندك ريسك سكور وعندك او 190 وعندك عامل وراثي او عندك سكر، يبقى لازم توصل لرقم اللي هو 70 للكثافه القليله. من 70 ل 100 اللي هو انا عندي بريفنشن او وقايه اوليه. ده رقم مهم جدا جدا جدا. طب افرض ما وصلش الرقم ده، بيعملوا دلوقتي حاجه اسمها كومبانيشن، دواء مع دواء. دواء الستاتين ده مع دواء بيقلل الامتصاص. طب افرض ما جابش نتيجه، في دواء جديد دلوقتي، ادويه جديده اسمها بي سي اس 9. الادويه دي بتتاخد بالبط، بتتاخد بالحقن، بتتاخد مرتين في الشهر، دي لايف لونج بالذات في الناس اللي عندهم عيب وراثي كوليسترول. اذا احنا عندنا حلول كويسه جدا جدا للكوليسترول. بس اهم في حاجه من غير الادويه بقى، ان حضرتك لازم تاكل بطريقه كويسه، وانك لازم انك تعمل رياضه، وانك تقلل الدهون، وتعمل تشيك اب دايما تحليلك، واذا كان بالذات لو كان عندك عامل وراثي عندك سكر. بشكركم جميعا، اعتقد ان ده حاجه مهمه، ونشوفكم حلقات القادمه ان شاء الله.